بيبي أساس بومب. وعاد منصور روح بيتهم بالليل قوي بعد يخبط على الباب ربع ساعة طخ طخ، مراته تقول له مين، هو من بره. شريفة بس عاوزة توضيح. توضيح بعدين. السلام عليكم. وعليكم. متجمعين عند النبي، ولو ان اللي زيكم ما يتجمعوش الا في جهنم. الله 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 الله، ايه الدخل دي؟ انا جاي اقول لكم اشوف وشكم بخير، قصدي يعني ده اللي توريني وشوشكم بعد كده. ما تقف عوج وتتكلم عادي. لا لا، انت تخرس خالص، تخرس خالص يا غبي. انا جاي اقول لكم انا ماشي، مش هشتغل معاكم تاني. تاني هترجع تقول الكلام ده؟ المرة دي توبة نصوحة هموش، وحسكم عينكم أشوف حد فيكم في أي حتة، ونفسي دلوقتي حد يبربش لي بس بعينيه. ده أنت طايح أوي 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 يا غبي، وأي كلب فيكم هيتعرض لي هقطع خبره. الواد ده لازم يترن علي. أنت ما تقدرش يا هموش الكلب. لا أقدر. ما تقدرش. خلاص يا معنانة، خلاص. عايز يمشي عشان ما تغصبش عليه. تعجبني يا غبي. ايوه بقى، التهية اللي قفلت معايا. سلام عليكم، ولو ان اللي زيكم ما يستاهلوش السلام، عشان انتوا كلاب. انا كلب؟ يا خسارة، النموذج اللي انا عملته باظ. نفسي اقابل حد فيكم ولو صدفة هقطع خبره كالكوداء المية لما تتجقر تحت منكم. ايه يا جدعان، هنسيبه كده يمشي؟ اجري ورايا يا عزيز اطهر، ما تخلوش غيبة عن عينك. جري. امرك يا معلمة. الواد ده اكيد لقاله سي 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 تانية، ولو قفلنا عليه سي 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 تانية هيرجع لنا زي الكلب ورجليه فوق رقبته. ايه هي السكه التانيه بقى؟ انا هقول لكم عليها. الواد ده مش هسيسي سيسيبه، وانا اللي هقطره. يكون في علمكم الواد ده اذا ما رجعش لازم نخلص عليه، لازم نقتله. نقتله؟ طبعا، لان لو ما عملناش كده الكل هيقلده بعد ما علمناهم. ويمشوا ونشحت احنا. فعلا لازم نحافظ على مملكة الشحاتين. أي مملكة لازم تحارب وتقتل في سبيل بقائها. أو أنا في سبيل بقائها. يا مسقف أنت، على نعمة أنت خسارة فينا يا جدع. يكون في علمك يا أستاذ جمعة، لازم تحضر لنا واحد تاني، لأن المكان ده سوء.